تستمر مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد 52 لدولة الإمارات على مستوى الدولة وسط مشاركة الجهات الحكومية والخاصة والأفراد. في التقرير التالي نسلط الضوء على احتفالات إمارة الشارقة. أهلا بكم. احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 52 بدأت منذ أواخر نوفمبر واستمرت في تأكيد مظاهر الفرح حتى الوصول للثاني من ديسمبر، وهو اليوم الذي يأخذنا بالزمن لعام 1971، حيث وحدة الإمارات السبع وتكاتف حكامها بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ليقودوا هذه الدولة الفتية نحو التقدم والرفعة والرخاء. فهنا في إمارة الشارقة احتفلت مدينة الشارقة للإعلام شمس بهذه المناسبة وسط عروض للفرقة الموسيقية والفتيات اللواتي توشحن بألوان العلم بجانب الفقرات التراثية، حيث أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس المدينة أن هذا اليوم يذكرنا بعبق روح الاتحاد الذي يضم تاريخاً خالداً صنعه الآباء المؤسسون وصانوا تراثه. كما شارك سعادة راشد عبد الله العوبد مدير مدينة شمس والموظفون بهذه الاحتفالية إيماناً بضرورة الاحتفاء بهذا اليوم المجيد. نبقى مع المؤسسات الإعلامية، حيث احتفت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعيد الاتحاد باحتفالية جمعت مدير عام الهيئة سعادة محمد حسن خلف بمديري الإدارات والموظفين وسط أجواء ودية تذكر بأهمية الوحدة، فهذا اليوم هو يوم اتحاد إمارات هذه الدولة العظيمة. وإلى مجمع الدوائر الحكومية في منطقة اللية، حيث نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة مسيرة وطنية أمام المباني الحكومية شارك فيها مدير عام الدائرة ومديرها والموظفون، تبعها عرض الفرقة الموسيقية بجانب تنظيم فقرات غنائية لطالبات المدارس وعروض تراثية تذكر بتاريخ الوحدة والأصالة. نبقى مع الجهات الحكومية، إذ نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد 52 في مقرها الرئيسي وسط أجواء وطنية وتراثية، حرصت من خلالها الغرفة على إحياء قيم ومبادئ الآباء المؤسسين لدولة الإمارات وترسيخ المعاني الوطنية، وذلك بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام بجانب موظفي مختلف الإدارات. بأفراحنا نحلق عالياً ونفخر باسم دولتنا شامخاً، فهنا وفي هيئة مطار الشارقة الدولي تم تنظيم مجموعة من الفعاليات احتفالاً برفقة المسافرين مع توزيع الهدايا عليهم، وذلك بالمناسبة الوطنية الغالية، حيث شهدوا أيضاً عروضاً للفرق الشعبية وفعاليات تراثية تعكس العادات الأصيلة للشعب الإماراتي. ومن سماء الشارقة إلى شواطئها، حيث أعدت هيئة الشارقة للمتاحف برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والأنشطة الثقافية، منها هذه المسيرة البحرية التي انطلقت من متحف الشارقة البحري مروراً بالقصباء وصولاً لبحيرة خالد في مشهد يعيد أمجاد أجدادنا الذين ارتبطوا بحياة البحر. كما نظم متحف الشارقة البحري فعاليات في مقره تتضمن عدداً من الورش مثل تصميم أساور عيد الاتحاد المصنوعة من لؤلؤ صناعي يحمل معه ألوان علم الإمارات. نبقى مع هيئة الشارقة للمتاحف، حيث نظمت أيضاً احتفاليات في حصن الشارقة شملت فعاليات ثقافية وعروض الفرق الموسيقية التقليدية والعسكرية ومسرحاً للدمى ومسابقات تراثية فتحت للزوار عبرها نافذة على تاريخ الإمارة الغني وثقافتها الثرية. القطاع الحكومي وشبه الحكومي احتفى بعيد الاتحاد، فهنا أيضاً شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية للحكومة نظمت فعاليات في سوق الجبيل وسط أجواء وطنية متميزة تنبض بروح الانتماء وحب الوطن. أما هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق فقد نظمت جانباً من احتفالاتها في منتزه كشيشة بضاحية الرحمانية، حيث أقيمت فعاليات ترفيهية متنوعة
تذكر بحب الوطن وعزة ومجد بلدنا الغالي. ومثلما اعتادوا على حمل العلم وإعلان الوفاء له، احتفى منتسبو مفوضية كشافة الشارقة بعيد الاتحاد لدولتنا الغالية عبر إنشاد السلام الوطني والقسم بالولاء للوطن والرئيس، بجانب تنظيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة. المنطقة الشرقية من الدولة كان لها نصيب من تلك الاحتفالات، فإلى جانب الاحتفال الذي شهدناه في مدرج خورفكان، شهدت مدينة كلباء فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد 52 للدولة، بدأت بمسيرة عسكرية على بحيرة المدينة، تخللتها عروض ثقافية واسعة وصولاً لتقديم عرض على المسرح الرئيسي بعنوان لوحات فنية مبهرة يحكي إنجازات الوطن العظيمة وسعيه الدائم لاستدامة هذا الاتحاد. المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة هي الأخرى احتفلت بعيد الاتحاد، فهنا وعلى تراب أرض البطايح أعاد أهالي المنطقة ذكريات الآباء والأجداد عبر التأكيد على ضرورة ارتباط أهل البلد بعاداتهم وتقاليدهم وبيئتهم. أما في مدينة الذيد وبتنظيم المجلس البلدي والبلدية، انطلقت مسيرة حاشدة جمعت أعيان المنطقة وأهالي المدينة وجابت الشوارع لنشر الفخر باليوم الوطني لدولتنا الحبيبة، فهذا اليوم عيد لاتحاد إماراتنا السبع. من جانبها اختارت جامعة الشارقة أن يكون احتفالها بمسيرة بالتعاون مع فرعها في مدينة الذيد، حيث وصلت لمقر إكسبو في المدينة، وهناك شاهد الحضور فيلماً قصيراً تناول تأسيس دولة الإمارات، بالإضافة لعروض فنية وتراثية تربط الحاضر بالماضي الجميل وتؤكد ارتباط شعب الإمارات بتاريخه المجيد. القطاع التعليمي شريك أساسي في نهضة هذا الوطن، وعليه احتفت كلية الأفق الجامعية في الشارقة هي الأخرى بعيد الاتحاد 52 لدولة الإمارات بمشاركة إدارتها وهيئتها التدريسية والطلبة، وعبر تنظيم طيف متنوع من الفعاليات والفقرات الشعبية. إذن كل تلك الاحتفالات هي تأكيد على حب هذا الوطن الغالي وتذكير بما حققه الآباء المؤسسون، ونمضي نحن الآن على نهجهم لنواصل المسير نحو المستقبل الباهر.